طيب في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الالجوريزم اسمه فاست ار سي ان ام. طبعا احنا اتفقنا ان احنا في الكمبيوتر فيجن في فيلدز كتيره، من ضمن الابلكيشنز اللي في الكمبيوتر فيجن هي الاوبجكت ديتكشن. الاوبجكت ديتكشن في منه الجوريزمز كتيره بتعمل ديتكشن، زي قلنا في ار سي ان ان وفي فاست ار سي ان ان وفاستر وماسك ار سي ان ويولو. احنا شرحنا حتى الان الار سي ان ان، ودلوقتي هنشرح الفاست ار سي ان ان. بس شرحنا في الاول السلايدنج ويندو اللي هو ستريت فورورد الجوريزم او تريبل الجوريزم، وعرفنا العيوب بتاعته. ودلوقتي والفيديو اللي فات او الالجوريزم اللي فات كان الار سي ان ان او ريجون بيزد كونفوليوشن نيورال نتورك اوبجكت ديتكشن الجوريزم. وعرفنا ان الديس ادفانتج بتاعته ان هو بياخد وقت كتير جدا، لان هو بيطبق السي ان ان على كل ريجن بروبوزال داخله. فقلنا طبعا ان احنا عشان نحل حاجه زي كده بنحاول ان احنا ممكن نطبق السي ان ان على الايمج مره واحده بس. طبعا ده اللي عمل الفاست ار سي ان ان. فاللي بيحصل ان طبعا في بيبر اتنشرت بنيم باسمها فاست ار سي ان ان، طبعا تقريبا كانت 2015. الار سي ان ان كان الاوتبوت لو دخل لي ايمج زي كده كان الاوتبوت بتاعي عامل زي كده، بيطلع لي عدد يعني فيما يقرب من 2000 ريجون بروبوزال. وطبعا ده كان هيدك كبير، لان اكيد باي ديفولت مش معقوله يكون في 2000 اوبجكت جوه الصوره، بالاضافه ان طبعا ده بياخد وقت. يعني فكرة 2000 ده بيديني accuracy قليلة جدا، لأن أنا أكيد ما عنديش 2000 object في الصورة. تاني حاجة إن هو بياخد وقت في processing. وبعدين إحنا قلنا عايزين نحله فكرة إن ال region proposals، ما يعني ال CNN مش ما يدخلهاش 2000 region proposals، لا يعني عايزين نطبق ال CNN على الإيمج الأصلية. طيب فالفاست ار سي ان ان بيقول لي ان ريجون بروبوزال ما بتتعملش خلال السلكتيف سيرش، او لو حتى عملناها بالسلكتيف سيرش مش بتتعمل في الايرلي فيز او في الفيز الاولاني. ذا وول ايمج از باسد ثرو ال سي ان ان تو جيت فيتشرز ماب اوف ذا وول ايمج. يعني انا بدخل الايمج الاصليه على السي ان ان، وبعد كده اثناء ما انا شغاله طبعا بيبقى في كل فيز من السي ان ان بيطلع لي فيتشر ماب. انا بطبق ال selective search على الاوتبوت بتاع الفيتشر ماب. يبقى انا كده طبقته مره واحده بس، او مش طبقته مره واحده بس، طبقته على الفيتشر ماب، وبالتالي سي دي ان طبقتها مره واحده بس. ف each region is extracted from the feature map. يعني انا بطلع regions من الفيتشر ماب او من الاوتبوت بتاع السي ان ان. project the bounding box in the feature map of the image. وطبعا اللي هيحصل ان انا طبعا هشرح دلوقتي ان انا ممكن الـ الصوره يبقى فيها بيرسون واقف، وممكن يكون فيها مثلا صوره دوج، والاثنين لو انا عملت ريجون بروبوزال او طبقت سيلكتيف سيرش ممكن يطلع لي ريجون بتاع البيرسون وريجون بتاع الدوج، والاثنين ريجون بتاعتهم كل واحد على حسب الاوبجكت اللي موجود، وممكن يكون الريجونز دي ايه هاز ديفرنت سايز. طبعا ما ينفعش اطبق استخدم في السي ان ان ديفرنت سايزز بحطهم كلهم زي بعض. فبعمل حاجه زي كده ازاي بستخدمها، بخليهم كلهم نفس السايز ازاي، بستخدم حاجه اسمها ار او اي بولينج او ريجن انترست بولينج. دي بتتعمل في نهايه الفيتشر ماب. هنعرف كل ده بالتفصيل دلوقتي. تمام. والاوتبوت بتاع الار او اي بولينج هو اللي بيروح للكلاسيفيكيشن والريجريشن. طيب خلينا نتصور مثلا عندي صوره زي كده فيها اوبجكت زي ده واوبجكت زي ده واوبجكت زي ده، وانا بالمنطق كده مع نفسي بحط باوندنج بوكس حوالين الاوبجكت ده كده، وجيت كاني ما حطيتش يعني عادي خالص. بس المهم يعني ان الايمج اهي، ودخلتها للسي ان ان، السي ان ان طلع لي فيتشر ماب. الفيتشر ماب ده له سايز، لو الايمج الاصليه الايمج الاصليه كانت 1000 في 1000، لما دخلتها على سي ان ان بقت مثلا 200 في 200. فالصوره دي يعتبر سكيلد فيرجن من دي، ولكن فيها التفاصيل اللي هي كانها الايدجز بس او الكونتورز او حاجات لها علاقه بالايه بمعلومات عن الصوره. فلو احنا عملنا مابنج الباوندنج بوكس ده هنا هيطلع لي باوندنج بوكس كده، ولو ده هيطلع لي هنا وهنا.
فاللي بيحصل ان انا ما عملتش مابنج، انا بس دخلت صوره دخلتها على سي ان ان معايا انبوتس ايمج، دخلتها على سي ان ان طلعت فيتشر ماب. الفيتشر ماب دي هتطبق على سيلكتيف سيرش، هتطلع لي ريجون زي كده. الريجون زي دي هي بتماب نفس الاماكن اللي هناك بالظبط، ده دي بس في فور شور يعني. بعدين انا المفروض ان انا عشان اطبق الفولي كونكتد لاير او الحاجه اللي بعد كده ادمج ده، يعني ده اخليه كانه فيتشر فيكتور ودي اخليها كانها فيتشر فيكتور وهكذا. اللي ده يعني السايز بتاع ده مش قد السايز بتاع ده. فاللي بيحصل ان انت بتاخد الريجون بتاع ده وتطبق الريجون اللي هي الصغيره دي وتطبق عليها ار او اي بولينج، تطلع ماتريكس بالسايز ده. بتاخد الماتريكس الكبيره دي وتطبق عليها ار او اي بولينج، بتطلع لك ماتريكس بالسايز ده، بحيث ان ده قد ده، الاثنين نفس السايز سيم سايز. بعدين بقى بدمج الاثنين دول على هيئه فيكتور واحد في الفولي كونكتد لاير اللي في الاخر. اوكي، فاللي بيحصل حتى وقتنا هذا انا طبقت السي ان ان على الانبوت ايمج بس، ما طبقتهاش على كل ريجون، على كل ريجون من الريجونز دي. طبعا ده كان بياخد وقت. طيب تاني، انا ما عندي صوره، ممكن انا اكون مع نفسي كتروث تيبل جراوند تروث معايا الباوند بوكس ده يعني عادي. خلي مش مهم انه يكون معايا ايمج ادخلها على السي ان ان. لما يجي اطبق سيلكتيف سيرش هيطلع لي الاوبجكت ده هنا، وبيولوجيك ده هتبقى بيماب الاوبجكت اللي هنا. بعد كده بطبق الار او اي بولينج، بتروح مغيره السايز بتاع ده وتخليه السايز معين. طبعا ممكن تكبره او تصغره، بس المهم ان كل الاوبجكتس اللي موجوده في الفيتشر مابس دي، كل الريجونز اللي خرجت من الفيتشر ماب هتبقى كلها نفس السايز. بعدين الناتج بتاع دي هو اللي بيخش على الكلاسيفيكيشن والبريدكشن او الكلاسيفيكيشن والريجريشن. تاني، ده فيجر تاني بيشرح نفس الفكره، ان انا معايا صوره دخلتها على سيلكتيف سيرش بيطلع لي ايه ريجونز زي كده 1 2 3 4 5 6 مثلا. طيب ده في السي ار سي ان ان. طب لو انا جيت خدت الايمج دي دخلتها على سي ان ان طلعت لي فيتشر ماب، الفيتشر ماب دي بعد ما اطبق السيلكتيف سيرش هيطلع لي حاجه زي كده، ريجونز اللي هي بالاصفر والاخضر واللي مش عارفه ايه والحاجات دي، 1 3 4 5 تقريبا نفس السته. 1 2 1 2 3 4 5 6، وانا طلع لي 1 2 3 4 5 6، هطلع لي برضو 6 فيتشر ماب. اعمل ار او اي بولينج، هيبقى اخليهم كلهم نفس السايز بالمنظر ده، وده يعتبر في الاخر الفولي كونكتد لاير او الفيتشر فيكتور اللي بيبقى في الاخر في الفولي كونكتد لاير. وبعد كده بدخل بقى على الكلاسيفيكيشن نتورك. طيب الار او اي بولينج بتحصل ازاي؟ انت يعني بتبقى في بارامتر، انت بتقول ان انا عندي الار او اي بولينج عباره عن الاثنين في اثنين، يعني الويتس اثنين والهايت اثنين. بس انت عندك الباوندنج بوكس او الريجن بروبوزال اللي موجوده عندك في الفيتشر فيتشر ماب عباره عن مثلا 1 2 3 4 5، عباره عن 5 في 4. فانا ازاي احول ال 5 في 4 ل 2 في 2؟ فاللي بيحصل انك بتقسم الاربعه على الاثنين والخمسه على الاثنين، اربعه على الاثنين في الاثنين وخمسه على الاثنين فيها الاثنين ونص، نقول الاثنين لو احنا عايزين ايه نراوند داون. ففكرة أربعة على الاثنين فيها الاثنين، ده معناه إن أنت هيبقى عندك هو ده الهايت وده بيربريزنت الروز. فلو أربعة على الاثنين فيها الاثنين يبقى أنت معاك إيه؟ اثنين روز، اللي هو الصف ده والصف ده. يعني هتقسم الأربعة على الاثنين هيديك اثنين، ده معناه إن أربعة على الاثنين فيها الاثنين هيبقى عندي اثنين في صف واثنين في صف. طيب انا كده عندي 5 على 2، 5 على 2 يعني 2. فانا هاخد 2 واعمل عمود، وبعدين 2 تانيين واعمل عمود. بس هو انا عندي بيقول لي الناتج عباره عن 2، يعني 2 كولم بس. فانا هاخد 2 مع بعض يكونوا لي كولم، والباقي هيبقى كولم تاني. اوكي، لان هو يعني مش شرط ده يبقى 4 على 2 ب 2 يعني رقم صحيح، ممكن يديني رقم كسر، فساعتها طبعا هيبقى الريجنز مش قد بعض بالظبط بالنسبه للروس. فهيحصل ايه بقى بعد الخطوه الجايه؟ ان انا هاخد الماكسيمم. طبعا احنا كنا ساعات بنعمل ماكس بولينج وفي افريج بولينج في السي ان ان. فانت بعد الخطوه اللي هي بتاعت بتقسم ده على ده وكده، تبدا بقى تعمل ماكس بولينج او تاخد الماكسيمم في الستبس دي في كل ريجن. عندي هنا 43 فده اكبر رقم، عندي مثلا هنا 91 ده اكبر رقم، عندي هنا 96 اكبر رقم، عندي هنا 85 اكبر رقم. فلو عملت كده هيطلع لي ال
ده الناتج اللي احنا كنا قلنا عليه هنا في الرسمة، اللي هو ده كلهم هيبقوا نفس السايز ده، كلهم هيبقوا نفس السايز ده اللي هو 2 في 2 مثلا. طيب، فلو انا معايا الاستراكشر بتاع سين ودخل لي انبوت ايمج ودي لايرز كتيره، انا هغير ايه؟ هتغير الماكس بولينج اللي في الاخر، هتخليها ار او اي بولينج. اوكي، وانت كده طلعت طلعت الفيتشر مابس، والار او اي بولينج هتخليني ان انا خليت كل الفيتشر ماب او كل قصدي ريجن بروبوزال نفس السايز. بعد كده انت بيطلع لك فولي كونكتد لاير او عباره عن فيتشر فيكتور لكل ريجن بروبوزال، بتاخد دي وتدخلها سوفت ماكس، ودي بتدخلها على ال 1 لوس او ال 2 لوس، دي بتدخلها على سوفت ماكس عشان تعمل الكلاسيفيكيشن، يطلع لك ان الاوبجكت ده عباره عن كات او دوج وات ايفر، وهنا بتعمل ريجريشن عشان تقول في الاخر الباوندنج بوكس دايمنشن حوالين الاوبجكت شكله عامل ازاي. فده شكل السي ان ان وايه اللي هيتغير فيها. الانبوت بتاعنا بيكون عباره عن ايمج وبيكون ليست اوف جراوند تروث. طبعا هنعرف الجراوند تروث ده ممكن نستخدمه ازاي، هيفيدني او هيفيدني جوه ازاي في الديسيشن او في الكلاسيفيكيشن. بس انا الانبوت بتاعي هيتغير، هيبقى انبوت ايمج وليست اوف جراوند تروث باوندنج بوكسز، واكيد طبعا جراوند تروث كلاس ليبل برضه عادي. وهنكمل سي ان ان، ويطلع لي هعمل ار او اي بولينج في اخر لير، وبعد كده الفولي كونكتد لير هدخلها على السوفت ماكس تعمل كلاسيفيكيشن، وادخلها على دي تطلع لي ريجريشن. طيب، المفروض ان انا دايما بيبقى عندي، يعني هناخد بالنا ان انا لما طبقت السيلكتيف سيرش حتى على الفيتشر مابس، فانا في الاخر برضه عندي 2000 صوره. يعني انا يعني الميزه الوحيده اللي فاست ار سي ان ان عملها هو انه طبق السي ان ان مره واحده بس، فوفر وقت، ولكن الاكيورسي بتاعت السيلكتيف سيرش او عدد النمبر اوف ريجن بروبوزال اللي طلعت من سيلكتيف سيرش برضه لسه 2000 او ما يقرب من ال 2000. فهل في طريقه تخليني ان انا بعد ما اطلع سيلكتيف سيرش اقلل تقول لي سيلكت 64 قريب، ان هل ان انا اقدر اقلل الناتج بتاع سيلكتيف سيرش؟ بقول لك ايوه، انت ممكن تاخد 25% من الحاجات، يعني 25% من نمبر اوف ريجونز اللي جات لك. ازاي؟ ان انت بتعمل اي او يو اللي هي انترسكشن اوفر يونيون مع دي اللي هي الباوندنج بوكس مع الجراوند تروث، تبدأ تشوف الصورة الأصلية. أنا عندي هنا مثلا في الصورة الأصلية أوبجكت، أوكي، في هنا كده مثلا أوبجكت بيرسون واقف مثلا، أوكي. فلو جيت أعمل أي أو يو من الأوبجكت ده مع ده هيطلع لي نسبة كبيرة، صح؟ طبعا انا ما اعرفش، خلينا ادي مثال تاني. هو هنا واخد اوبجكتس معينه، مش مشكله يعني. فلو جيت اعمل اي او يو مع الاوبجكت ده هيقول لي ان الباوندنج بوكس ده تمام، يعني ده المفروض ان انا اخده كريجن بروبوزال عشان ابدا اشتغل عليها واخد الفيتشرز بتاعتها. فبعد كده هو هيعمل اي او يو مع الاوبجكت ده او مع الريجن بروبوزال دي، هيلاقي ان الاي او يو مش كتيره، فهيحاول يلغي الباوندنج بوكس ده. اوكي، طيب، برضو لو فرضنا ان انا عندي اوبجكت هنا معرفش مثلا بوزة او اي حاجه صوره متعلقه على الحيطه، فهعمل الاي او يو مع الاوبجكت ده، وهعمل اي او يو مع الاوبجكت ده مثلا او مع الريجن بروبوزال دي، واشوف مين فيهم الاي او يو بتاعته كبيره، وهو ده اللي هعتبره واكمل بيه الدنيا. طبعا، فانت كل اوبجكت، مش عارفه، كل اوبجكت من اللي موجود هنا او كل ريجون من اللي موجودين هنا بتبدا ان انت
تحسب لها الاي او يو مع كل الباتشز اللي هنا. طبعا ده بياخد وقت، عادي مش مشكله، بس هو بيقلل الوقت، بيقلل بيزود الاكيورسي، ان انا ما بقدرش ان انا اقعد احسب لكل ده واخد البيتشر بتاع كل حاجه. افرض هو طلع لي ده على سبيل الايرور، او ان هو مش ما فيش اوبجكتين اصلا، فهاخده واخد الفيتشرز بتاعته واطلعه كباوندنج بوكس. طب ليه؟ ما انا اشوف الاي او يو بتاع الاوبجكت ده مع كل الاوبجكتس اللي موجوده هنا، لو طلع بزيرو يبقى ده كده ايه؟ قللته. فده فكره ان انا لو عايز اقلل ازود الاكيورسي بتاع سيلكتيف سيرش، فانا هبدا اقارن بقى الاي او يو بتاعت الريجن بروبوزال اللي طلعت في تكست في سيلكتيف سيرش مع الجراوند تروث. عشان كده قلت ان احنا ايه، وقت من الاوقات هنحتاج الجراوند تروث اللي انا قلت عليه ده، اللي هو ده نحتاج الجراوند تروث. طيب بعد كده في حاجه اسمها سكيل انفاريانس. طبعا دي بعض من يعني هو اللي طبق الايمج، طبق البيبر بتاع الفاست ار سي ان، عمل كذا حاجه. يعني عمل فكره ان السي ان تطبق مره واحده، وطبق بقى فكره الميني باتش سامبلينج والسكيل انفاريانس وحاجات تانية كتير. فمن ضمن الحاجات اللي عملها فكره السكيل انفاريانس، يعني انا بيبقى داخل لي الصوره بتاعتي وطبقتها على الفاست ار سي ان ان، طلع لي اوتبوت. طيب ايه رايك ان انا اخد سكيلد فيرجن من الصوره نفسها وادخلها على فاست ار سي ان واطلع اوتبوت، وهكذا اخد فيرجنز كتيره. الحاجه دي ممكن تفيدني في ايه؟ تفيدني في ان الاوتبوت بتاعي يبقى انفاريانت للسكيل، يعني ما يفرقش معايا ان الصوره، يعني انا مثلا لو عندي صوره زي كده، عندي صوره زي كده دي كده مثلا، خلينا نقول كبيره وفيها بيرسون هنا، اوكي. لو جيت عملت سكيلينج للصورة دي وخليتها مثلا صغيرة، اوكي، فأكيد طبعا الأوبجكت اللي فيها أو البيرسون اللي فيها يبقى الحجم بتاعه صغير والباوندنج بوكس بتاعه يبقى صغير. فأنا لو دخلت الصورة رقم واحد على ال CNN، طبعا دي واحد واثنين، لو طبقت رقم واحد على ال CNN هيطلع لي ريجن بروبوزال معينين، اوكي. طيب وهو كده اتعلم ومش عارف ايه، طلع لي هنا ريجنز، ريجن بروبوزلز، وهيتعلم. طيب افرض بقى ان انا جيت وخلاص، هو بقى ايه، يعني ما بيعرفش يشتغل غير على صوره مثلا 100% اللي هي ايه، اي حاجه بقى اللي هي اللي انا مدربه عليها دي. طيب افرض هو دخل له صوره سكيلد فيرجن من الصوره الاصليه، مش هيتعرف عليها كويس. فانا في التريننج بديله كذا صوره، يعني بديله كذا فيرجن من الايمج الاصليه، بحيث ان انا اقول له ان انت مش دايما هيجي لك، مش دايما هيجي لك الصوره بسكيل واحد، ممكن يجي لك 100% في 100، ممكن يجي لك 50 في 50، ممكن يجي لك 1000 في 1000. ففكره ان انا اخليه هاندل فكره السكيل انفارينس واحلها بحاجه اسمها ايمج بيراميدز. ايمج بيراميدز يعني ان ناخد فيرجن كتيره من الصوره وادخلها على الالجوريزم. فدي كانت حاجة من الحاجات. وطبعا ده ممكن ياخد وقت، ولكن هو هيحسن الاكيورسي. فدي بس كانت الايه، الفاست ار سي ان ان. طبعا زي ما له مزايا له عيوب. العيب بتاعه ان انا لسه يعتبر بطبق سيلكتيف سيرش. زي ما قلنا، هو الميزة الوحيدة بتاعته ان هو طب خلى السي ان ان يتم تطبيقها على الايمج الاصلية مرة واحدة بس، ولكن سيلكتيف سيرش بيتم تطبيقه برضه، وبالتالي هياخد وقت. تاني حاجة، هيجي لي large number of proposed regions، زي السيرش بيطلع لي regions كتيرة جدا، بالإضافة لأن ال bounding box اللي هيطلع ممكن ال object معين to be detected كذا مرة، لأن أنا عندي multiple windows و different bounding boxes، يعني ممكن object يظهر في أكتر من window، وبالتالي أنا أعمل له detection كتير و detection كذا مرة زي ما كنا شايفين هنا. ان انا هنا اهو طلع لي باوندنج بوكسز كلها داخله في بعضها، فده بيأثر على الاكيورسي. طيب الحل ايه؟ ان ايه رأيكم ان احنا نعمل تريننج لل الريجن بروبوزل؟ يعني انا ما اخليش هاند كرافت التكنيك ده سيلكتيف سيرش هو اللي تم استخدامه، ولكن اوتوميت ريجن بروبوزال يوزنج ترند ونتورك. يعني ابدا اتعلم، اقول له بصي انت معاك ايمج، طلعي لي فيها الريجن بروبوزال بطريقتك انت، الطريقه الاوتوماتيك، وبعدين اتعلمي. فدي دي ده الاوبتمايزيشن اللي بعد كده يعني. وده هيخلي في الاخر نمبر اوف ريجن بروبوزال تبقى عدد قليل.
اوكي، فالحلول بتاعتنا ان انا احاول استخدم طريقه تانية غير الهاند كرافت تكنيك اللي هي سيلكتيف سيرش، حاجه غيرهم، واحاول اقلل النمبر اوف بروبوز ريجنز اللي بتطلع زي ال 2000. اوكي، ده كان الفاست ار سي ان ان. اي هوب يعني الالجوريزم يبقى واضح. الالجوريزم ده كان 2015 على حد علمي. بيبقى بتعمل فيه السي ان ان مره واحده على الايمج، وبتطبق الار او اي بولينج على اخر لاير في الكونفوليوشن لايرز، وبعد كده بتطبق الفولي كونكتد لاير وبتدخلها على الكلاسيفيكيشن وعلى الريجريشن. طبعا كنا اتكلمنا شويه يعني ايه الريجريشن بيحصل ازاي في الفيديو اللي فات، وقلنا ان انت بيبقى عندك جراوند تروث ليبل في اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2، وهو لما بيطلع باوندنج بوكس بيبدا ان هو يقارن الاثنين ببعض او يطرحهم من بعض زي بالاستخدام ده اللي تو لوس، ولو اللوس بتاعه ما سواش زيرو بيبدا يعمل هو ايه باك بروباكيشن تاني عشان يبدا يعدي الويدث على اساس ان هو ايه يبدا يحسن الاكيورسي. ففي الاخر بيعمل ماتشنج او بيطلع الباوندنج بوكس بشكل اكيوريت، ده ان هو بيعمل ريجريشن يعني. تمام، بس ده كان الالجوريزم. طبعا الدنيا تبقى واضحه، وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي.